سلام، مرحبا بكم معايا في قناتي، قناه جيوات فاطمه. اليوم جبت لكم واحد الصابلي، صابلي الشميسه او الشمس، كيجي هائل وراقي في الشكل ديالو، والذوق ديالو رائع وكيجي هشيش. فنبداو بسم الله على بركه الله. هنا عندي 250 غرام ديال الزبده اللينه، وعندي كاس ديال السكر، كاس ديال العنبه ديال السكر ثقيل او السكر كلاصي، وعندي واحد لافاني، واحد القريصه ديال الملحه، وغادي ندخل كامل السكر كلاصي في الزبده، وغادي نزيد نصف كاس زيت ندخلو حتى هو مع الزبده والسكر. وغادي نحط نصف كاس ديال مايزينا، مايزينا غادي تخليه يجي هشيش، وغادي نحط بيضه كامله وصفار بيضه. فهاد الصابلي هذا كيجي هشيش وكيجي بنين وكيجي راقي في الشكل ديالو. وغادي نبدي نحط الدقيق ديالي شويه بشويه حتى نحصل عليه على هاد الشكل هذا. فانا هاد العجينه ديالي عملت لي حوالي 80 حبه ديال الصابلي او هاد الشكل ديال الحلوه. وغادي نديرو في واحد البلاستيك من بعد ما حصلت عليه على هاد الشكل هذا، وغادي ندخلو داخل الثلاجه المده ديال 10 ديال الدقائق. من بعد ما دازت عليه 10 ديال الدقائق، هنايا عندي واحد البلاستيك حليته على هذا الشكل هذا، وعندي هنايا جوج قطاعات، خص ضروري يكون قد واحدة الشكل ديال الشمس وواحدة دائرية. فانا غادي نقسم العجين ديالي، غادي نعاود نقسمه، وغادي نبدي نحل فيه بهذا الشكل هذا. انا عملت البلاستيك باش ما نديرش الفارينة احسن، باش تبقى لي العجينة لينة كيف ما كنشوفوا. ما حليتوش حتى ولا يعني رقيق بزاف شويه، باش يجي الشكل ديال الحلوه رائع. وغادي نبدا نقطع بهذا الشكل، انا مسخنه الفرن ديالي درجه الحراره 140، وغادي نخلي 10 ديال الدقائق في الفرن. من بعد ما غادي ندخله في الفرن، غادي نجيب واحد اللاطه، وغادي نبدي نحطو في اللاطه ديالي على هذا الشكل. ومن بعد ما دخلت الحلوه ديالي للفرن، هنا عندي كيف ما قلت لكم جوج قطاعات ضروري يكونوا قد، وعندي عجينه اللوز، واللي بغى يبدلها بعجينه السكر يبدلها. وحطيت عليها شويه ديال الملون الاصفر ودخلت فيها على هذا الشكل هذا، وغادي نحطها على جنب. وغادي نجيب شويه ديال العجينه ديال اللوز، وغادي نحط عليها واحد الملعقه صغيره ديال الكاكاو المر، وغادي ندخلو فيها بنفس الشكل الاول. كما كتشوفوا حطوا على جنب. وبالنسبه للمرحله الثالثه، غادي نحط العجينه ديال اللوز في واحد البلاستيك، وغادي نحلها بدلاك. هنا عندي قلم الرصاص، كيف ما غادي نقول لكم ماشي ضروري يكون عندنا كلشي الادوات ديال الحلوه باش نعملوا الحلوه. انا هنا غادي نعطيكم واحد لا تكنيك غير بالقلم ديال الرصاص، وغادي نحلها على هذا الشكل هذا، ما تكونش رقيقه بزاف. وغادي نبدي نحط القطعه ديالي في السكر الثقيل او السكر كلاصي على هذا الشكل، وانا فوقاش ما ندير واحد الحبه ردها في السكر كلاصي باش نبعد داك التلصاق ديال العجينه في المول في المرشم. هنا عندي الصابلي ديالي من بعد ما طاب كيف ما كتشوفوا بقى ابيض، حاجتنا فيه يبقى ابيض. هنا عندي واحد الملعقه كبيره ديال المربى، غادي نبدي ندهن الحبه، و الا كان عندكم ناباج يكون احسن باش نحافظوا على الكولور ديالنا ابيض، اللون يعني عفوا يكون ابيض. وغادي نبدي نحط الشمس ديالي بهذا الشكل هذا،
ونحاولوا على الصبر ديالنا لحقاش هشيش و الا ما حاولناش عليه غادي دغيا يتفتت لينا او يتهرس لينا. وغادي نجيب واحد الكره صغيره ديال عجينه اللوز مع الكاكاو ونعملها على هذا الشكل هذا، نضغط عليها شويه ولا من الاحسن نضغط عليها في يدي عاد ونحطها على الحبه ديال الصابلي. وغادي نجيب البلاستيك وغادي نبدي ندير واحد الثقوب في الوسط ديال هذاك الكره الصغيره السوداء بهذا الشكل هذا باش يعطي لنا الشكل ديال ورده الشمس. نعود معكم حبه ثانيه، نحط المرشم ديالي في سكر كلاصي ونعمل على هذا الشكل هذا فوق الصابلي ديالي، وانا كننظفو من داك السكر باش ما يبقاش فيه، ونحط الحبه الصغيره ديال العجينه ديال الكاكاو مع عجينه اللوز. فهنايا اللي بغى يعوضها كيف ما قلت لكم بعجينه السكر يعوضها. نعاود معكم وحده ثالثه. فهاد الشكل هذا ديال الشميسه هذا الا بغيتو يجي زوين في المنظر خصو يجي شويه غليظ ما يجيش رقيق. النتيجه ديال الصابلي ديالي كانت على هاد الشكل هذا، جا راقي وهائل لا في المنظر ولا في الاكل ديالو. فالعجينه ديال عفوا ديال اللوز اللي بغى ينكها شويه بالذوق ديال الليمون او الليمون الحامض او البرتقال فممكن. الحبه تجي على هذا الشكل هذا، فإلا جربتوها انا متاكده غادي يعجبكم. اي حاجه كنعطيها لكم هي ناجحه 100%. كيجي على هذا الشكل هذا مرمل، واللي اول مره يشوف القناه ديالي بارطاجي ويضغط الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله.